من اليوم الأول لحرب إسرائيل على قطاع غزة، والدولة المصرية بتتخذ العديد من الإجراءات التأكيد على أن معبر رفح مفتوح دائما من الجانب المصري. كمان تم فتح مطار العريش لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية من كل دول العالم ومن المنظمات الدولية والإنسانية. مطار العريش من اليوم الأول يعني بيستقبل رحلات طيران مختلفة من دول مختلفة لتوصيل هذه المساعدات إلى معبر رفح. كمان الحقيقة من أول يوم أيضا لهذه الحرب وهذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال في أراضي غزة وفي قطاع غزة، كمان شبكة مراسلين صباح الخير يا مصر موجودة مع حضراتكم، كان من أمام معبر رفح أو حتى من مطار العريش لرصد ما يحدث لحظة بلحظة. دلوقتي هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من مطار العريش، واللي هيعرفنا على آخر مستجدات الأوضاع هناك، استقبال المساعدات الإنسانية المرسلة لأهالينا في قطاع غزة. كريم صباح الخير عليك وطمنا عليك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا يمكن مش هضيف كتير على كلامكم، لانه فعلا احنا شفنا ده بعينينا خلال الايام اللي فاتت. الحقيقه انه المساعدات ما وقفتش خالص، سواء في مطار العريش الدولي او حتى المساعدات الارضيه اللي دايما بتوصل عن طريق جمهوريه مصر العربيه، التحالف الوطني، الجمعيات الاهليه، الشعب المصري وتبرعاته بالدم. كل المحاولات المصريه الحقيقه عشان الوقوف بجانب الاشقاء في فلسطين، اما بالفعل الحقيقي بالتبرعات الحقيقيه او حتى بالتسهيلات اللوجستيه لجميع دول العالم ان هي تقدر تبعت اللي هي تقدر تبعته عن طريق جمهوريه مصر العربيه، المنفذ الوحيد والاول والدائم في ظهر الاشقاء في فلسطين. بنتكلم الحقيقه كمان هنا من مطار العريش الدولي، امام سور مطار العريش الدولي، هنا بنرصد دايما وصول الطائرات المختلفه من 29 دوله و14 منظمه مختلفه بيشاركوا بيه انواع مختلفه من المساعدات، مستلزمات طبيه، مواد غذائيه. يمكن نتكلم على وصول طيارات من العراق، من الأردن، من الكويت، الكويت اللي عملت جسر جوي كبير جدا الحقيقة خلال الأيام اللي فاتت. بنتكلم كمان عن الحقيقة مساعدات بتوصل من المنظمات المختلفة، ويمكن تركيز المنظمات دلوقتي والبلاد في المساعدات اللي بتوصل هي على الحاجات المعيشية اللي تساعد على مجابهة فصل الشتاء، خصوصا مع تغير الأجواء. نتكلم على بطاطين، نتكلم على أغطية، نتكلم على خيام تستحمل الأمطار. خلينا دلوقتي كمان أوريكم نستعرض سوا كده عدد حجم كبير جدا من الشاحنات اللي موجودة في مدينة العريش. يمكن دي المكان ده تحديدا هنا أمام مطار العريش الدولي، عدد كبير جدا من الشاحنات، عشرات الشاحنات بتصل بعض الاحيان لمئات الحقيقه. ده كمان بجانب المخازن المختلفه، يعني احنا بنتكلم على انه في مخازن كمان مليئه بالمساعدات، بنتكلم على الصاله المغطاه، بنتكلم على طرق العريش عامه والشيخ زويد. مئات الشاحنات الحقيقه ما زالت بتتوافد على محافظه شمال سيناء عشان تتحرك على معبر رفح المصري وتدخل بعد كده للاشقاء في فلسطين. بنتكلم كمان الحقيقه على يعني استعدادات كبيرة جدا من جميع الأجهزة. يمكن وأنا بتكلم أهو معاكم دلوقتي وصول عدد تاني من الشاحنات، يعني مش بس المئات اللي موجودة لكن كمان أهي شاحنات موجودة. بنتكلم يعني لسه مازال بتيجي سائقو الشاحنات الحقيقة بيقعدوا هنا، يعني بيوصل بيهم ل 20 يوم 30 يوم. في ناس الحقيقه بتتحرك ان هي بتيجي اربع نقلات وخمس نقلات مستمره، ولما اتكلمنا معاهم سالناهم يا جماعه انتوا ليه بتعملوا ده؟ قال لك احنا مستعدين نعمل ده عشان خاطر الاشقاء في فلسطين، وبقوا يتعاملوا مع الموضوع ان هو مهمه وطنيه مصريه فلسطينيه، مستعدين يروحوا ويجوا ويقعدوا في الشارع ويستحملوا قعده الشارع عشان بس يتاكدوا ان المساعدات دي تخش لفلسطين. والحقيقه لما اتكلمنا مع سائقي الشاحنات سالناهم انتوا مش خايفين ان انتوا تخشوا مكان غير امن زي ده تضحوا بحياتكم عشان خاطر؟ قال احنا مستعدين نضحي بأي حاجة عشان خاطر الأشقاء في فلسطين، ومش مستعدين نتنازل عن القضية الفلسطينية ولا كمان عن حبة رمل مصرية، لن نضحي بالقضية الفلسطينية ولن نتنازل عن الأراضي المصرية. يمكن ده حقيقة لسان حال ده مش بس سائقي الشاحنات، لكن كمان الحقيقة لسان حال الشعب المصري كله، لسان حال الشعب الفلسطيني. حتى العالقين اللي كانوا هنا الحقيقة كانوا دايما بيتكلموا على انه فور السماح بعودتهم لأراضيهم رجعوا برغبة الدمار والقوى الغاشمة للاحتلال، الا انه الحقيقة استطاعوا ان هم برضو يرجعوا ايام الهدنة ويشوفوا اهاليهم لو كانوا لسه موجودين ما استشهدوش، يشوفوا بيوتهم. الصورة الحقيقة يعني في محاولة يعني بصيص من الامل لوصول المساعدات للاشقاء في فلسطين، دي نظره عامه عن الحاجات اللي بتحصل في محافظه شمال سيناء وتحديدا امام مطار العريش الدولي. والان برجع لكم مره ثانيه.
أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز، مراسل القناة الأولى وموفد القناة الأولى من مطار العريش، كان بينقل لنا الصورة وتوافد الطائرات والحملات الخاصة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.